حفلة لغو على مسارة أي نبضون محمد حوش أشكر أي لغو قبطي مقالة كولومبوس غهايو حفلة دان وحاكسو قيب قليدة دا أدوف ربضان وكسو عدا قيبها بلشادة يوليبا قار كمي دادكو كومة تالي دونو نبضون نمديسا النبضون كاو حامانتا على مسارة نبضون نكسو عدا نبضون دا صوماليا دا كودقن مقالة دا كولومبوس غهايو حفلة دان او كدا عذي مقالة دا وحا انتو دا بدان كها اللي داد نبضونا يوليبا الساما كابيال اما سابكا تاليال بلشو وكواسي او تلمامي اهمية دا نبضون والبا او اولي يهي قويس كيسا يوليبا داد كاو كسو جيدو لون باهن يهي انسي قود لوغ شغيه نبض دا يوليبا ودا چيرك او مدى صوماليا دا محمد حوش وحا او كامي دها حلية دي هوري قناح ستدي اي ولي بادد كي مغا عقولها برشادة صوماليات وحانا ارنت على مسار كان نبضون كا لغو تلمامي اني تهي متكو سو ادن تحلقي لو بحنا حفلة دي وحا يود عدي سيدتان مركورة الله سبحانه وتعالى يا مهاد اسكاله كبعدي وحانا مهاد علنا يا دمان كسو قيب قلياشا سيدة شرفت له اوهد حفلة دان وصو قيب قشان على مسار كا ما دابا انا هيدان مسلمة وقتونا نغير يا وحنا ربنا أنا كبل عبنا آياتها القرآن الكريم كأنا كفر فرنا كبعدنا برهامش كي هلك عن كسي وضنا آياتها القرآن الكريم كواحد ناقرين دهنا شيخ عبد العزيز فرح سرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم صدق الله العظيم شيخ عبد العزيز إلى أجري حسن الكاسي هذا القرآن الكريم كان آخر ذي آدي أضم حسن تهي حفلتني ماشي بين نوغسي صوتا دالمو حتى واحد ويرا يا عرض كرار على مغان دلال نينك متلا يا عبد الكريم انجير عبد الكريم محمد حادي انجير عبد الكريم سودو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحا مهادس كلا الهي ماشان نغو كلميي وحان مركه لا امهد علنيا كسو قيب غلكينا دمان ددكينا كسو قيب غلي ماشان ارنتاني
أرين بلو أوي وحول بنا وحي كون كمان سالكا وحانو كتلا قلنينا نغا سالكا كبلونو كورسو عنا مركاس مربا ميل غارسينو إلا ميشو قدن بيسان كغارسينو هدي إلا هايدمو شركو وينو فرنية هاي أنو شركين انفرون باقرشو وها هدنا هاوشي بان شركي بان انفرون انتا سانا ندين شيغيا بيسكي ويا وحانا عنو سمايني بيسكي عنا كبلوني هدي إلا هايدمو كرنو وصعنين إلا ميشو قدن بيسو انتا نانو إهل بينو نهاية أنو سوغن ما عدنا كغارنو مركز دا أولا سعودة سلام عليكم حفلة داني من قصي سعانا هدي الله يدمو إلهي هاي نشرف مرتشرف باتين إنا سو أجيبتين حفلة دان رنتي أنا أنا فرحات بين نوتاي إنين كان فرحات بين نيتاي وحان رجعين إن شاء الله سيدا أي كبلا بتوقوشة إن أي كسعوتو وحان ربع دينا ويرو ما دابا حفلة دا اللي يروح على قصوة بلا وريان لما دا الوحي كسعونا سا عراض يبضان بان عاو ويرين هدي الله يدمو برندو انتين وحان ويرا يا عراض كي دلال وعبد الرشيد موسى قيل إنه كلمة ده هالكان كجرا هذا عبد الرشيد سلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان وحان السلام يا إخيارت سقو إماتي حفلة دن لوي ري أضيالك نبدون ندا وقاسيدا لأن ريادة يدمرك رمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده وحان أمهد علنينا جفدا نمرتقا دي عددك دمان مرتقا دي نبادونا دي يوغاسي دي يعقاش يسمدا يددوينا رق يدمر دادك دن جفدا عسونتي ايانو أن أمهد علنا ايضا او أرهن معروفة او ناكسن او معناها اللو باهنا وأيقنا أوبهناين أنجا أو مارت اللد إهلنا أن أوبهناين إن النوع سومن والنوب لابان أرين معروفة أو أسلحة أو ناجا أو سكحرة أو أنقة آدي 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 أيان أمهد علنا وحن أمهد علنا وسود ويننا أضيق للدوبي والنبضون كله دوبي oo jifadii macnaha duubatay ay ka raal noqotay oo ay duubatay nabadoonnimo u duubatay aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ogolaashaha oo ogolaaday xilkaas maartay dibka badan oo maartay dadka jifada iyo dadka kaleba macnaha oo ehelka ay u baahnaayeen inuu ogolaaday aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waan ku soo dhaweynaynaa annagoo waxaan kala muujinaynaa dhamaan macnaha dadka isugu yimid halkan oo xafladan macnaha laga soo qaybgeliyay loogu yeeray waan ugu horeyno iyo jifada macnaha casuuntay dadka intaba waxaanu u muujinaynaa oo u caddaynaynaa oo aanu u sheegaynaa inaanu ka raalinahay maxamed xoosh oo loo duubay nabadoonnimada reer magdal waan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay odayaasha iyo nabadoonnada reer dalal waan soo dhaweynaynaa haddaanu nahay maaragtay curodyada reer dalal waan soo dhaweynaynaa oo ogolnahay inaan la shaqeyno oo aqoonsanaynaa in hawshaas dhibka badan oo haddii la yiraahdo oo guud ka saartay inaanu la shaqeyno inaanu aqoonsanno inaanu soo dhoweyno la dadaalno waa soo dhoweynayna marka maadaama waxaan uusan yahay nabadoon cabdirsaaq cali dhuux cumar waxaan u yeerayaa marka daahir cali dhuux cumar inuu kalmadaha ku aboon halkan ka yimaado ka yiraahdo haddaa laydmo sababta waxa weeye annagu sidaan ugu talagalnay barnaamijka inuu ku socdaan rabnaa daahir halkan imahu waxaad maanta midshaatiga waxaad gashanaysaa odaga haddaa laydmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وأيري هورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بنروح فرح سنة هل كان سوء استعجو وقريب كان نقضه المرخاتية يوسف لوينتا محمد حوش أشكر نبضون كا رجال المندل وأنا أكمل هاي
بنمضوا وحرنتها أنا واحد بخاطب تاني سومالي أمريكا دخل في سكيو كده عي وهي أبوها وهو رجع لهم وها كملها أرمي دكان كارلو ماي أرنت دكان كمر كيلون ترى واحد ولا واحد لمن أرنت أمريكا هذا أرنت مثلا ما تلو هيو وأنت دب هذا لوسو ميرسدي أفرت السنة كبعدي أول رجالين أيوة إن دكان كي دب له أبوه أنت كسر شقي سهرنتان oo reer almagdal iyo maxamed xoosh iyo arintan aad baan uga mahadcelinayna waa bilow weeye arinta wada jir bay nacadeen muujinaysa wada jirka ilaahay ba quraankiisa noogu sheegay noloshuna waa xaqiiqisay oo wada jirki iyo qaranimadii iyo dadnimadii markay naga luntay meesha aan ku dambeynay qof walba markaati uu ah dac walba ha jiro arintan markaa waa arin lagu farxo soo dhaweyn mudan وأنا سود وينهنا أديال من نبضهم كانوا بقوة شقينهنا دلك كله أو سومالي ذا يوم ريحان كيجي ديني يطلع ككله إن تبا وحان لقى عصنا إن أهرين كدا يشل ويا إن يخد إيدان سي هرمر لو جار أو ما تونورات إن شاء الله هو نبض محمد سود وو قل أحفظنا وما علنا هي أهرين تانا بلاو هينور نقطه إلى هنا قرب كنا هكرو إلى هنا من ماذا إن يوغنا كنا يهور مر كنا بلو ولا من ما ها ها أروريو هذا بعد ما حسنت وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دام هالك أي مرة سمركا سيد إسكوت كنا وقرا وحن سمعنا هنا وحاج يوغا هان رأينا إلى سود ويسان سشرف يا كرام له قيما وهالك أم كفر يا تكسر ويسان إن نبضون محمود برور سمع فانح او اسغو دي وانا نبدون غود او اوردنمو halkaas ka jooga waa ugaaskii uu matalaya wuxuu kaloo yahay gudoomiyaha gudiga reer faarax ugaas marka nabadoon soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh damaan marti sharaf ta kasoo qayb gashay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib aan حفلتان ما أنت اللي سقوي مد وعلى مسار كنا بدون كه وهري اللي وجوه ربحيه وهو البمر كله سمينا هيو قوم كسميسان هيا يا أنت وحلال با وذاكتو كسو وذاقيب قشو وأنا هول السوشيال يريا يورير على مجن دلال وحي سوق قالوا هل ملهم وقصوا هجاجنا الله سميه annaga dibiyari bay noo tahay qabiil weyn weeyo balaaran mar hadiina la yiri wixii ka maqan iyo wixii ku maqan ba maxamed xoosh baad kala xariireysa arintaas waa naloo hawl fududeeyay waa naloo dibiyareeyay maxamed xooshna awalba nabadoon buu ahaa oo waa shaqeyn hayay laakiin waxaan u maleynayaa mandate-ki baa loo xoojiyay awalba oday buu ahaa nala shaqeynayo maanta waxaa intaan la isugu yeeray inaan lagu murmin yaa nabadoon waa reer almagan dalal oo ninkii maanta la calaamadeeyay waa isaga yahay waa iska warqabnaa waxaanan maqlay maaha Columbus kaliya North America wey nabadoonka waa soo dhaweynaynaa mabruuk baan leenahay nabadoon soo dhawow baan leenahay dadka kasoo qayb galay oo marti sharaf taana waa maadsan yihiin waqtigooda u soo huray shaqooyinkooda uga soo tagay dani ay lahaayeen u soo xayiray waa maadsan yihiin oo annaguba ka midnahay asagana kii jifada iyo beesha sadabo wax ku soo kordhiya Allah ka dhigo intaas kadib aniga nabadoon baan ahay qofka markii la magacaabo waxa lagu magacaabay ama waa inuu aqbalaa ama waa inuu wuxuu ka qabo ka hadlaa nabadoon Columbus Ohio gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Columbus Ohio aan ahay reer faarax ugaas basa gudoomiye uma ahay waa Columbus Ohio odayaasha dhaqanka oo dhan baan gudoomiyahooda ahay haddii hadda kadib dadku waxay ku dhiibtaan waa ka qaadan karaan in kala loo dhiibo waa arkayna laakiin hadda aniga
تاسنا انت اسان شيغا هيا واس نمدو باشا سدا واس بيلهد وين اوسي منت ما كلا حقت ايغا سميستاي مانديت سدو واس كو ياهو كو جوغا نينكو سنا اسو دين وكيل باديغا تاي حدو نبدو يا انا نبدو نودي سو ايمان سنايا هدي وسنا هين هدي رغنمدي سا يو مستوى قبيلك كو دخلاي هي بو كو اكانايا أنا سيدي نن مغامبو وكيل كاي هاي لاي دا مجالي وهي أنا هاي لاي وشا غانجال أو شاز نسيدا سوي وهالا أنا محمد هوش أديك أنا هوش اللو إد مدى الله كوف زيو تولك أنا ننكي أبشرو نغضو إسكودو وهي ككلا فرار سنة لغوما هذه إسكودو ودا الله كارديكو موافقة يا خير يا أورور نك بيحاول بتهايو أنت أنا هذا يوم وقتو ولي بروح هذا يلا أنا جو هذا دليل رئيس وقابع بدت كوي وح هذا ياشا وأوننا أنا جا إلى فيلا يا أنا أنت أنا دليل را مر هذا يكسر قبش قش حفلة ده هذا ربيتان نوام وهذا ده رد الأول ببيحاول يو يلا ده جري بيحاول نبدأ نوام وقتا الله كوف ذيو الله كلا جرب قالوا أننا جانا بيش سدني وحكوسو كرديو رجال ما جان دلال كسو جدبا بيش سد وحكوسو كرديان الله كاريو أنا ونا ده وا قوم سنايو طل كويحي وسو أسوق سماستي ونلاقو قادة إيران لقبل الله بمانتا نبضون كي رجال ما جان دلال إنه يهيبان إذا لا قوم سناي وأنا كلا شقينا نادي الله waxaan rabaa markale inaan ku celiyo xafladan waxay ku saabsan tahay waa calaamasaarka nabadoonka reer almaga dalad ee noorad america muhammad xoosh askir markaa inaa saa u fogaa inaa saa ula socotaan ugu ducaysaan kula shaqeeyaan waxa loo gudbi doonaa reer dalal reer diini reer faarax ugaas mareexaan ilaa iyo soomaaliba wax la qaybsan doonaa sharafta iyo karaamada uu saasi ku jidhaa waqasta oo yimaada qof kasta oo loo magacaabo meel hadii uu yahay qof asagu mudan wax tarkiisa iyo faa'iidadiisa bulshuu leeyahay daalayno waxaan u rajaynayaa adeerkay inuu ku noqdo mid arintaas ka soo baxa ilaahay ha u fudeyo ilaahay ha ku shartiro anagana waa garab taagano waa la shaqeyn doonaa waxaan rabaa inaad la soo dhaweeyaan waxa jooga chiefki chiefafka jooga waxa jooga chiefki nabadon نبدون دلعي أو شيفا أو عاقل بشير حاج قرحان بشير حاج قرحان إلى سودوية بشير حاج قرحان وحاكلو شرفنا وحاكلو شرفنا إلى تشوغان داد آد يا آد كوميونيتي كان قيمة أوله وحايم وغدا وحايم دكتور بشير نور بدار باب فديا وحافديا حسن كافي محمد شقرافي عبد الدار ماما عابي كرو وحاكلو حسن شيخ علي وحاكلو dadka ayaa sharaf ka hadan baa jooga bashir ku soo dhawow mikrofoon assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim si ragii goore saaxibka yar waxba dhihi maayo waay arintan arin bishaara oo farxad leh oo talo ku qotanta oo beel iyo dad iyo wax qabad iyo wax daweynba bay horseed u tahay marka hore marka labaad lagu islaam baanahay salaad hadaan nahay sunnada nabiga ama waxa kamida labadii jid marasa oo safara inay qof madaxa yeelato marka alla magan dalal oo inta leego ilaahay laan dheera ka dhigay oo Columbus ku badal maanta maxamed xoosh askir haday la soo baxeen wa taladii bay asiibeen sina positive bay u tahay sina waqtiga lagu jiro kuna lagu beeshan ka soo jeedo hadda wax badan la iraado reer ciise iyo reer afweyne waxa kala yeesheen kula tali maayo oo lagu unity gas ba wax ku qabsan jirni ko walakin meeshan la joogo oo america waa meel qurba dadku waa ku badan yahay waxa weeye maxamed xoshan nin waa ariga weeye aniga si gooni ayuu saaxiib waligiisii walaaha marka waa nin degan
وحان كرجين يا كوميونتيغا كولومبوس كنول اي صومالي اي دارو دي مريحان اي دلال يديني با اينو نوح كوالا وحكو سايديان نقضو الهي بان ورجين يا اذن كنا وحان كرجين يا انا كوكرب غلطان وحان اسو استاقي أنو هذا عقل ما ذي ويجو يريو سقي أبي اسمير وروح يتحني ذي لا شم بيتحني ماي نيت كله لتريم بالحوينة يوزير نسوم مرانا هاي ساس وعيتهاي وهم كفر عسرا هاي محمد حوش أشكر على مسار كيسة سي ويت له وحوق له وصاحبين والله إن أوسو يستعو وقيب كله إيه متى دلري على ما كان دلري الدين بقى وسلامتين قول بني رجيمية هدي الله ينمو وهذا عدونا على مسار وحنا ولا عدونا إلا أفر شنقف إلا أفر صدق قف مسار عدونا هدي الله ينمو ودرتشين كل دوام وتوينوس وصعتا يعني دقدقين وحنا هذا هنا إلى سلو ويسان هدي الله ينمو شخصي أدود التقانين نبضونا مدح سراء رمتي قيمة وين وفر يا كمون التقان يا النجبة مقعي ماموس كله وداهر شرع ورسمه بسم الله الرحمن الرحيم مركا كواد وحان سلامة ياك سواقب قلياش حفلة التنرقية الدمر با على يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا اللبات وحان أمهد علنا هيا باشي سواء باب الشي حفلة التنرقية الدمر با داشا سوا ريال مغان دلال ورشهودونا اها إلي نبادون كدورتان نغونا مرتقا دي هادي آدبا نغوم هال علنية سيدا قروح بابدان يوسوا بابلين حفل داتين مركز الدعاد وحان تاقيري وحان بليين سودة وولاية هاي نبادون إلا حدا نبادون وي نبادون محمد حوش أشكر وحوي على مسار كيسة وطاقير سنهي وطاقير سنهي وسود ويني وحانا ليه هاي همبليو وحانا ليه هاي همبليو مركة كوباد عديقة وحانا ليه هاي همبليو مركة لبعد بيشكو على مسارتي انتبا انت هدان همبليه دو قدبه همبليه دو كاليه ماها هدان دادك شخصي كستا چفتا الوشيه هايي هنو كميده ودياش ريكوشين كلومبوس افكو دانا كوها الله اياه ومن نكاة واتاق ارني على مساركة ودين نمو محمد حوش وانا عييني وانا لشغيني نا رقية دومربا انت تاجر هذا ما عارف كوشين ولا أفكي سكوا الله يهدان وجد به واحد يرد حق ليه دتك قارن أوجي هاي قارن هذا عمر في الحياة هنا يكبرنا يان رجال ما جند لل والله في تاريخ له مريحان كده حله رجال دلال كده حله رجال ديني كده حله مريحان كده حله سومالينا كده حله تصالة وحاء وعم بين هين وتاريخ فانشيء كده هين رجع كده شو نجي شيء كدهن رجال ما عندنا لو هكذا شيء هذا الشراء غلافة روما كتك أقوي وسير كا وحكم كويا لا وحكم جعبان هذا الشراء جامع في الشراء وحال وحكم جعبان تاريخ راس سوماليون قبلني ما قادم دولان دنقون وحكومة عاودي وحنية سير رجني مديسة أسوأ ويل يره تاريخ ده سجها لي دولان دتليانجا أنا واركي واتجي باركو كي على أنا واقعي كت كان واتجي ما هو على بمبون ليه نسوا ما عليه أو تاريخ كت لوجو مقدري أو تليانجي نجوميسن تري أسوأ كوا أسوأ كبلا بتاع أسوأ نقول ما تا إلا يومنا هذا وتاريخ وين هذا
هذا شيء يقول لافة دولة دي كعانك بركيسنا كوريسي سيبلكا وسيبليان كعيد حلال بوكس وغبطي حل ديوانه كالدوان وسيرك كالدوان انت بوكس وغبطي نين مقع كله صوماليا بوها إلى الوكينو المقن دلال دلال مريحان إيو صومالي وين وحاكد الشي ريال المقن دلال وأنا هاي تاريخ بين بينا أما فانا أما دلال لغا سارا إيو قراغي أفكا صومالي غير القراغي لها فرتي لغاتي شرچاما چوغي أحمد چوغي أيا كد الشي والتاريخ الصومالي ومال والبكو قرن والصومالي كو برارتي والصومالي كو فانتو وكفع وين كان مقوين اللمغن ريحان دلال يسدبه ايهو قدش وشيخسي ان كو فانو صومالي ايهي نقبا وحاك لو قدشي ملحويني هده وقدن بيهي محمد عبد الله فرماجو يا كذا شيء ما هالتاريخ لا ينكره كره سببته آه أننا جيفان يا مان نوتا ويكو ينتهي وينكم بقول ينتهي وينكم بالعرض تعيق صدق له هو كذا شيء وحاك له كذا شيء كابقابيل عارها كابقابيل جعل ما عندنا الأم معنا له أما بلوه آه أما حد اللي يقلل يو أما حد اللي يم 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 ما شرته كابقابيلة تربضاً أو صوماليا يمرحان بحان كاها با كدشي آن دير با كدشي ديريتش عاكر كير با كدشي آن ديريتش عاكر كير با كدشي عبد الشردون با كدشي حقيقة ووي ومرحان نمسك بكل حلها صوماليا كل حلها ريد الله كل حلها انت عاسو لن يردان بريا افان عن قويسو لتشي دماء انت عاسو حان سيقوش يقين انا نبريكو فانو dhalinyarada ee luna bartaan waa mid daqan iyo mid siyaasadeed haddii jifada intaas ka dhalatay saw inaannu u mahadnaqno oo waxaan baliyeyno oo cadkooda siino oo u qirro oo ku amaanno ma iyo wax fiican waa noo horseedi jireen oo inta hadda sheegaa idinkaga filan aan raacno ku dayanno xogaa waa ku dheeraaday diqiiqadii la isiiyay لكن waxaan ugu dheeraanayay waxaan islaahaa in la dhaho way ku haboonta intaas aan uga dhabaxayaa warkayga war labaad iyo mar saddexaad way idin hanbaliyeenaya real magdal rag iyo dumarba kuwa maqan iyo kuwa joogaba inta ka soo qayb gashana waa u mahad celinaya ee la soo casuumay ee aan ka mid ka ahay waa mahadsantii waxaan rabaa xogaa inaan ka u daadarto wax yar iga raala hada waxaan ka u daadaranayaa uradyadii urad ka mid ah ka tagay walaay qabsaday qaladkan wuxuu ahaa marka waxaan rabaa inaan ku noqdo barnaamijka u daadarkaas in ay iga aqbashaan hadii aan la idmo waxaan u yeerayaa uradkii boo ogaadeen waa Cali Cabdi Gabay baan u yeerayaa hadii aan la idmo waa iloobay waa ka u daadaranayaa anigu waxaan baray meel kale u wado faarax ugaaskii xaggaas ay ku qoreen laakiin dee halkaan ka soo kaysaa marka aan ku soo dhawow raalin oo salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh tamam waxaan u hanbaliyeynayaa ka soo qayb galayaasha ka soo qayb galay xaflada caleema saarka ee lagu caleema saarayo nabadoonka reer alamaga dalal maxamed xoosh ashkir dhammaan intii ka soo qayb gashay teetal walba ay ku joogaan waa idin salaamayaa waan idin soo dhaweynayaa waxaan kaloo si gaara u salaamayaa beesha xafladda dhigatay ee soo broses garaysay inay nabadoon doortaan ree alamagan dalal dhowaan salaamayaa maadaama marka yaala magad dalal ay soo doorteen nabadoon oo ay soo process kareeyeen nabadoonkaasu waa nabadoon guud hadaan marka iska soo dhex doorteen real magad dalal oo reer dalal soo aqbaleen aniga waa xuradkii boo ogaadeen aniguna waa idin la caleema saaray
لابد واكو عليها مسهر انت اصبح ويه واهم باليدي يا علي مسهر كل بدونك بعرف امرك انا على بدونك اسيغار ولا دردار ما ما دام عرفت كي سياحه لابدون سو دو ورتا واحد كسو دواتا لابدون ريال ما دلل واحد كسو دواتا لابدون ريال دلل واحد كسو دواتا لابدون توغادين واحد كسو دواتا لابدون ريال فرح وماس واحد كسو دواتا لابدون مريحان واحد كسو دواتا لابدون صوماليين واحد كسو دواتا نورد امريكا لابدون صوماليين الى تا كسو دواتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان ضدك كسوق الجلاش هذا الكيرية فرقة بدنا يرية فضلا اسمع الله وحير وحرم هذا اللي يردي سوق من غابس حفلة ده نروح البدن ولو على مسارة نبدون محمد عشكر قل لافي oo ah nabadoonada beesha sida mid kamid ah iyo belweynta Real Magdalal sharaf bay noqoto inaan ka soo qayb galo. Waxaan kala u mahadcelinayaa ka soo qayb galayaasha la codsaday inay ka soo qayb galaan oo ajiibayna waa u mahadcelinayaa. Waa arba wax yar midnimada waxa la yiraahdo inaan ka hadlo midnimada iyo tafaraaruq wuxuu yahay. Waxaan aaminsanahay midnimadu wax badan bay qabanaysaa maanta Soomaaliya way burburtay waxaa waxaas burburkaas iyo wali ay la dhismilaadayna waa tafaraar qowii kan beel ahaan annaga beeshaan sida oon ka dhalanayna waad ogtihiin meel kastoon degannahay waxaa ka jira tafaraar qowa la socotaan haddii aan heli lahayn midnimo sidaasoo kale nabadoon la doortay oo la caleemo saaray oo la ogyahay aan heli lahayn wuxuu inoo qaban lahaa wax badan oo tafaraar qowa wuxuu ka qayb qaadan lahaa. Fadlan waxaan jeclaan lahaa inaad hadalka yaraysaan aan dhegaysanno dhaqdhaqaaqa badan iyo hadalka yareeya meshan aan wada hadalaan rabnaa si dhaba wada hadalno marka insha allahu nabadoonkana waa soo dhaweynaynaa shaqo badan oo u taalla oo maaragtay loo baahan yahay midnimadana uu ka qayb qaadan doonaa tafaraaruqii badnaa oo annaga dhexdeedna ku jirayna waxaan filayaa inuu furo u noqonayso uu maaragtay ka mid noqonayo nabadoonnada beesha sade oo midnimada ka shaqeynaya inuu ka mid noqon doono. Aniguna anoo ku hadlaya magaca suldaannimada reer Faarax Ugaas waa soo dhaweyn. Bacdama jifadii reer Magandalal ay dooratay, jifadii reer Dalal ay raacday, orodkii reer Alba Ugaadeen uu maaragtay caleemo saaray, orodyadii kaleoo reer Diini ay caleemo saareen. Anoo ku hadlaya magaca reer Faarax Ugaas oo suldaankii guud ee Faarax Ugaas ah nabadoonka waa caleemo saarnay waana soo dhaweynaa waana kula shaqeynaa reer Faarax Ugaas oo dhan buu nabadoon u yahay ma aha lamagan kaliya ee meel kasta oo reer Faarax Ugaas joogaa ninkaas waa nabadoon saasaa loo aqoonsanayaa haddii aan lahayn waana u gudbi doonaa maraxan weyne inaan goolo fidino annagoo isku duuban oo Faarax Ugaas oo maarata isagana aan u geyno si ay noola caleemo saaraan noola qaataan marka walaalayaal waa mahadsantihiin yaana waqtigeeda ku dheeraynin aad baa u mahadsantihiin soo qabaqaabayaashii iyo ka soo qaybgalka waa mahadsantihiin. Nabadoonkana waa u ducaynaynaa allah barakeeyo xilkaasna allah ku asturo waana kula shaqeynaynaa nabadoon. Nabadoon ka mid a nabadoonnada magaaladan Columbus Ohio oo kulligiina aad taqaaniin Bashiir Maxamed Cilmi Bayle. Bashiir Maxamed Cilmi Bayle oo runtii ah odayaasha weliba odayaal maahan anugu raggii wax ilaa weligay baan aqaanay nin aad iyo aad u qiimo badan sharaf iyo karaamo leh Bashiir Kusadow. بسم الله الرحمن الرحيم رمان بلشوين تماشى اسقو تمد اضياشا علمادا دلن يرادا اغوني هاندا قبلها رمان نوعك استيهين وين السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي waxay ila tahay meeshan waxaa naloo ku yaalay markhaati
رأى مجد دلال نبضون كل مية رأى مجد دلال وعدد بدن دات كل ما هو ذي يقان روري تمن لفود وعي ما دام أنت عس أي ما أنت دارتين محمد حوش أشكر وأسود وين أنا كنا والله دارنا رأى مجد دلال هلبان ليه محمدنا هلبان ليا رأى ما عندنا واحد ليا هذا محمد دورتين هي اللي هو بقرب استعجى الله شقيا رجي سيد كدرها خير لجننا علي سيد كبار رجع دري أنا دب لا أرجع مركز نبضون أنت نبضون بعطاي اللي يرعى لقى هرو وحبك قول مكينة هيو نبضون لا شقيا الله دكان نقوله أو لكرامي يو وين أتكلم تان؟ أذن كان أتكلم كرا. محمد نهال بان ليه هاي. نبضون رياض ألمان درا هذه لغود دور تي مريحة. نبضون وحاتة هاي رياض دلال. نبضون وحاتة هاي بهو قادين. نبضون وحاتة هاي رياض ديني. نبضون وحاتة هاي مريحان. أما سيدة. نبضون وحاتة هاي صومالية. وحق دراه وريد دلال أمر هيد دين أمر هيد ألمان دلال أمر ريحان هكو شقين آخر هذا يا أدونك من ما أنفع عيسو يعني عندك حقوق تتشن وحن شرع على الإسلام يا إلهي يا سندي سيسا وقلين يعني قبيل لما كو خصب وحن روحنا هو يقول فرحان شيتي علي دوح سوء نوشة يا ماشا وحمى رايان يا ماشا وصعدة فرحان سلوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أرض مركور وحاربة إن أنا وما عليه دفك سكوت بريدين برنامج كان وأنا سلوى إن أنا بدون هذا محمود وأنا هو هم بليني إن أنا وقرب تاجن هذا أنا دليل دي مقالة يهلك هديان أول دعوة أبو حمزة شو سويستاعي وحاربة وحوش رحنا هاي سيري كونسل المقالة عن كولومبوس مقالة عن كولومبوس وحد دقينا هاي مدة كده صدنا صنو هير كان ما أنت تاجنا هاي ما هنا تاجنا سبب تنسى سوري وحوي ما بحنا كتير يشير دعي كريسماس كور وحنا ما مولها يدد مقالة عن دقن مقالة عن محلة هاي مقالة بنان أو عن ريسنايل أو لاندا سيتوسا تقولي كتير أو مدة وحيل هذا dadka Soomaalida lama siin karo sababtoo ah dadka Soomaalida waa dad aan representation ma shaqo lahayn nasiibuna dad walaalaheena sida Senegalese oo kale Eastiga laga siiyeen Liberian kale Eastiga laga siiyay sababta marka aan anigu aan isgartay in aan hawsha u istaago magaalada horta tagdarka waa magaalada ma aha awdaha like Columbus waa magaaladii sababtoo ah meeshaan waxaan mid anigu 14 jir martina kamani qaxootina bani meeshaan waa meeshaan هذا أكتهين قوّد أدخل هذه المشهد سنة كي وحسوق لنا سوماليان لعل أما دقالة كله استيت كله وانت ينا يرتع 2.7 بليون سنة كستو أوتشوك ده لعل تجدي بين أوسا نقطة الكريشنز بل عيال كده يرد عن سوقين أما عندنا قطة مالها السبورتس وكلام مي استيت كنا قرتن ما وطن كان هنا أدو وحاجة مرقصد معنا قوف حكوا قرناه متشو مركز سلاس درادة وحار ما إنا إسدي رجلنا وأن أنا كنا تانا مرقصنا مرتي منهن حوتي منهن ووقت جاني وحن كجبارة وحوي حجي ما وحن نوي وحن أبا هنهاي إنا إزجرب استعجنا وحلو بهي إنس وعل جليو وحلو بهي إن أن عد كلي ما هن وقت الجليو لعكت إنا جلينا سيان ماشى أن أن أكسبنا إنا هلكرنا بنجيو لا ربا وأنا لقيها لقى ودم كان وحقا ايرس كو ير باجر كاسنا وادي لا بيس لو دير ولا هلي كرا وحا ان اس وحي نو سهل اس برامج كاسو ان هل سيده اي سي دي اي او كار اي سي دي هاد هير كي مريسو وا هير اي لا لم عميشو شركدها ايسن او شخصيات باول هاي لكن دو كان كوري هاو شا سوك وين وي فلود وان اس وان سالي كرا هدي ان سيري كونسل كو جيرو مركا سيلا دراد مغاي وحا لي رادا فحان جيت وحان اوتاغنا ديستريك 5
وحال استريفاف كلية ما هو صحيح بس لكن مركي عدقته ومجاله دونوي سنة كانوا نوا سنة أدوس سنة سبت أول إحساس وحي كرسي أوقفه وامير مركا سومالي دو ودي دو الروح سبت بيا ووقت يعني أنا كن إن شاء الله حنسيننا هذا لا بقف سومالي استريت نوكس لكن إنا سيت بجوكتا سنة كستاب لا بقف تهلق فوق إنا كونتي سيتي ستيت كان سوغلين وما سنتين وحد ينقبها انا ملامرين وحاوي صحيح صحيح حسن وحو تاجي سيجنتشر سيجنتشر سكول ودك ديستريك 5 ومركا ما مركي كوبات وان سات كل وحيا لبن ايفنت وا سمين دونا ان شاء الله مركا وحرب ان ان تاجي ان كبرانجيو وحالين كبا باهي وحاوي عدكينا وقتكينا يا دولار كينا وما سنتين محمد حنبلي السلام عليكم مركا وما سنتين waxaan u yaraynaa inuu yaraa nabadoon kamid aan nabadoonada fadhiya caawa halkaan nabadoon darawal Cali Gurxan aan rag badan baa iga horreeyay oo dadku hadduu ka hormaro hadii laga hormaro baa kaliya raado waa weeye wixii aad oran lahayd oo dhanba rag baa dhahaya anigu markaa waxaan rabaa waxaan u istaagay horta hanbaliyo saaxiibkay Maxamed Xoosh askari inaan u hanbaliyeeyo inaad hanbaliyo ayaa u soo istaagay waa ku hanbaliyeynaya waana ku awl la wada shaqeyn jiray haddana waa ku shaqeynaya inta markaan ka gudbo arrimaha daahir baa ka sheekeyay oo hadda arrimaha daahir baa wuxuu ka sheekeyay taariikhda cudu leedahay waa ruti sidoo uga sheekeyay laakiin waxyaalo badan oo kale ay leeyihiin baa jira nabadoonidan hadda oo nabadoonkaan nabadoon cusub ma way ilaahay tireen uu ka soo sheekeyay ayada ruuxa waxay kala leeyihiin oo ay aan ku yihiin oo reefaar xugaas iyo reediini iyo cid walba uga horeeyaan waxa weeye xagga gacanta markii la yiraahdo iyo wax qabadka dadka ugu horeeyay weeye Real Magadal arukaadiye ay ataydu ay toosinay noqday waxa weeye Real Magadal arintaas markaa waxa weeye ayadu waxa weeye waa hanbaliyo ayadu ay leeyihiin weeye qofkuna wuxuu leeyahay oo u leeyahay xaq lagama inkiro waa loogu hantaanideeyaa waa walaalka yacni waa hambaliye ku tahay farxad bay ku tahay inta amerika ka gudbo mar labaad waxaan leeyahay soo dhawow Maxamed Xoosh hambaliyaan ku leenahay waana kula shaqeynaynaa intaa waxaa ka weeliya oo yaroo kaftan ku darsanaya cidii Real Magan dalalahay oo reer diini iyo reer faarax uga ugu xoogga badnay ugu tuka weynay hadday jeebkaagii galeen ama baal kale yiraahdo hadda awal waa firaqsan jiray oo afarta geesood ma ka raaci jiray hadda ku lugo jeebkaaga ku soo rureen maanta waa baad nooga dartaa nin odayna aad dhalinyarana ah aqoonyahana nabadoona Xuseen Qura Cali Dheere Xuseen Qura Cali Dheere Assalaamu calaykum waraxmatullaah bismillaah raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd aan runtii waxyaabo badan buu soo kay daray aan Soomaalidu jagada ma diido marka ma rabo inaan qaar iska soo celiyo meelo badan bay iga afici doonaan laakiin hal arrin buu ka tagay oo muhiim ah maanta oran wuxuu sheegay curadiyo marka curadkii baad aan doon lahayn ku ogeeyay taasoo leeyahay laakiin is okay intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo nabadoonadeer Maxamed Xoosh oo runtii markii horeba kaalin muhiim ah ugu jiray bulshada marka wadamadaan qurbaha la joogo nabadoonku waa community leader waa dadka matala dadka oo jiheeyo uu noqonaya halkaan inta badan dagaal kama dhacayaan oo dadku lama dirirayo shaqadii nabadoonku Soomaaliya ka qaban jiray mid ka duwan buu qabanayaa oo waxa weeye hadii la damco in ay community-gu dad doortaan nabadoonku dadka jihaynayo ka mid noqon doora oo wuxuu dadkaas u matalo oo oday u yahay oo kula talinaya cidda ku haboon oo codkooda ay siinaya taas waa muhiim hal arrin baa laakiin laga maarmaan ah dadka nabadoonka doortay nabadoonkii Soomaaliya lacag laan buu ku shaqeyn jiray nabadoonkan waxa laga yaabaa inuu shaqeysto oo shaqo uu subaxii u kalaho haddii hawshaas marka weyn loo igmaday waxaa laga maarmaan dhaqaaleed in la helo marka rag badan oo meeshaan jooga oo ku faraxsan nabadoonka inay soo qadimeen
ama siyaabaha kale oo dawladdu u sugnaadaan nin inta wadan qabsada ictiraaf caalami ah helay oo shuruucda caalamigu ay qabanayso dadkaas walaalaheena oo reesool ee laascaanood magaalada la yiraahdo tacadiyo badan baa ku socda dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga iyo adduunka intiisa kalaba waxaa laga rabaa dadkaas inay taageero siiyaan mid macnawiya iyo mid maadiya labadaba waa dad walaalaheena lama aqbali karo waqtigan aan joogno in jamhad intay magaca dawladeed sheegato ay dad Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo runtii Soomaalida kaalin muhiim ugu jira waqti dheer ilaa Ingiriiskii Soomaalinimada loo leenayay magaalada Laascaanood magaalada Taleex waxba uma jirto marka dad baa ka sheekeynaya oo lahaa ciidamadan hadda leenaya oo Soomaaliland dadkaas Ingiriiska tababara marka ma ingiriiskii ba dakanadii taariikh daba jooga we never know laakiin anaga waxaan sameyn karaa waxa way dadkaas walaalaheena inaan u gurmano aan taageerno aan dadka la barakicinayo masaakiinta wixii la siin kara la siiyo intaas aan dhihi lahaa adeer soo dhow waana ku taageersanaa assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan rabaa hadda inaan u yeero dr bashir nur bidaar soo kalmada halka uga yiraahdo saaxiibku wax uga soo dhaweeyo waa nin oday oo aqoon yahayna waan inaad kulligiin garanaysiin marka ila soo dhisay ila soo dhaweeya Bashir Nur Bidaar dadka mid Bashir Nur Bidaar abtaay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inkastoo anaga qoloyinkeena raxmarka arrimaha nabadoonada aan laga fiican yahay laakiinse marka maqlay adeer maxamed ashkir aan maxamed xoosh ashkir ayaa noqon doona nabadoonka guud ee beelaha real magandalal aad iyo aad ayaan u farxay aad iyo aad baan u soo dhaweeyay ninkan nabadoonka cusubna oo hadda beelaha real magandalalna wuxuu ahaa nin ay aabay saaxiibay yihiin asaga iyo regular for edelba dadkan waligay aqaanay kamid yihiin marka regular for caadi mahe soo dhaweeyay hortoore taariikh weyn bay Soomaaliya ku leeyihiin ma garatay midda kasako adeer nabadoonkana marna waa sii digayo gabadha ina cali shiruu qabaad raa cali shiruu reer wasama guuleed iyo noobidaar waa isku taqaan marna waa sii digay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo waqtigana waan ugu dheeraaday nabadoone adeer seedi aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waan kugu caleema saarnay waan ku soo dhaweynaynaa waxaan rabaa inaan u yeero oo ina soo dhaweysaan gabar ka mid ah gabdhaha halka xafladda fadhiya ka mid ah gabdhihii qabanqaabiyaasha ahaa marwa ah abwaanad ah magaceeda la yiraahdo deeqo maxamed cali taakilo waa abwaanad waa hooyo waa aqoonyahanad runtii waa waxayna rabtaa inay qayb ka noqoto xafladdan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waydii salaam aya dhamaan marti sharafta odayaasha nabadoonada sharafta leh oo ka soo qayb galay aad iyo aadna waa idin kugu mahadcelinaynaa macnaha wax yar oo koobana intaan qof isugu timid maasha Allah laakiin waxyaalo kale ka waaweyn hadaan maarta qabnana intaan shan jibaarkeeda ay maan lahayd marka qofkan dadka u mahadcelin ilaahayna uma mahadceliyo
كسو قيب قلك شرفت بلن رير دلالو إيه دمانتي مرت شرفت كلا وإذن كجم هاد عليني يا حن كلا سقعة سقوم هاد عليني يا إن دلني يا ردي شرفت لهيد أو قبنا قابسي إنا إسقي ما دان رير دلال الرجال ما كان دلال أدي أدب هاد سنتين الله يبركيه أنا جو شخصيا وحن ليه شفية وحن النهاي شريد مرد على السياو شفية قلقل منهم سكمت أيان النهاي سكمل أيان معركة وحوضنا رير دلال is rare دلال the end of the day لكن وما هتسنتهم سكو قود بان نهاي سكو أركتي بان نهاي سكو حقبت بان نهاي وحن كلا نهاي ما شرتو لكن سقاسة أيان محمد حوش هدانا هتشوف هذا الرجال على ما كان دلال ودورنا لكن واحد يدين شيء جاي إنه يدين يهاي أن إيزي سيمبل إذا كعد دقناي إنه يهاي فريه الرجال دلال أوردن عن عمر لهاي أنت ترى رادين لهيدين الرجال على ما كان دلال ما عرف تحكي يا الله عمره so it's easy is the key مركو واحد لقو فرحه أدي أدي ما نقول مهاد علمن وانن عتكرة وانن هليئة وانن وحقبض له وانن ولجس أضي مرحاني أضي غير ديني أضي غير دلال بقها هذا نتيب عن الدورناي أدين كنا سيدا وشرفتين وعمامتين أدين كوا سلطنات كستا أو معركة مرحانة أما رفرح وجاس أما غير ديني أو أدين كنا مهاد علمننا برام بريارو تحيرو كوبن بان روينا وكود ضروري رجلين أو إسكدوبني تلمام يسا and وانا مهتسنتين مر لبعض هي مر صدحاب اعوذ بالله شهيدا كنجح حجاب اعوذ بالله شهيدا كنجح حجاب بلا يا ذريب انا غاريها ناغ شرير بلا يا ذريب انا غاريها ناغ شرير أورتي سوير ساقد قداشي سناقي دوم مدكي رسولكي سراح ورفيق سادا جندان رحمن مدكي راسك اللو قديقو رير دالالو بالآمين تايهو دار حفلة دم بلارم بيسين كانوا قابانيا حفلة دم بلارم بيسين كانوا قابانيا بركة النبي قبرهان تانكو دارايا بركة النبي قبرهان تانكو دارايا بقرة يفتحهم بالشو قحير يا الله إذن كبيحي يقباس كذن هليلها درج الرقها قوغاني يود دولة باي سوتين دولة سامتين رير دلو درج الرقها قوغاني يود دولة باي سوتين درج الرقها قوغاني فرنك راكن رجها وغن يو دولة باي سوتيمن ومانتا رير دلال وغاس بدر ما في دشين مانتا رير دلال وغاس بدر ما في دشين الله مغن كدارة جيسا بها دارتا هورا فديا الله مغن كدارة جيسا بها دارتا هورا فديا ورسا مدلال ايو عرد كوكع ورسا مدلال ايو ورفاها اكوشنون دبديعن ورسا مدلال ايو ورفاها اكوشنون دبديعن دريعي علي دلال اياها كود بال دغن الدكتور ردي علي دلال با كود بال دغن
شركا إيدو باحشو إندا هاكو دوب سادان وار شركا إيدو باحشو إندا هاكو دوب سادان دمير كطلني ما نروح له ودريميا دمير كطلني ما نروح له ودريميا دريعي حوشو آدا هان دوبكا كوهرناي دريعي حوشو آدا هان دوبكا كوهرناي سيدا لغو دورتي واينا دو سوك دوحدا هوتيل كان ديران ددوان اكسن بافاديا هوتيل كان ديران ددوان اكسن بافاديا مانتا رير دلال اوغاس با اسواد دالبالي مانتا رير دلال اوغاس با اسواد دالبالي الله مغن دلال بادان باها كوديغين درمان المغان دالال بادانا باها كوديغين درما شانتي رير دالالنا اسكو دوبني بي رابان شانتي رير دالالنا اسكو دوبني بي رابان محمد حوشو آدا هاي دوبكا كوحيرين محمد حوشو آدا هاي دوبكا كوحيرين سيدا لغو دورتي واينا دو سود دوحدا هل يدي دلالو واينا نو حول قلنا هل يدى دلالو واينا نو حول قلنا هانتنا انقرا نو كايد كنو هودا نقضا هانتينا انغورا نوكا هايد كنو هودا نوكدا رق ايو دومر كانا واينا نو حاول قلنا رق ايو دومر كنو واينا نو حاول قلنا هرو مرگارنا يو طلقا آنو حاقر بحنا هرو مرگارنا يو طلقا آنو حاقر بحنا هل يقال دورتو نهوغامي إنا آذير وما تسنتهين انت أسان كسو قاقابين يا وقت قوقوغن مرلا بادي مرسا دحارنا وايدين مهل عرين ايا رير دالان مركان ليه اينا مناسبة دي ليه لك واوغا اينا رير ديني چوغان واوغا اينا رير فارح وغاس چوغان maybe مريحان او دنبات چوغا وما تسنتهين thank you كلمة ديار انا سيو أي بسرعة على الكران دعاير بيمشي كده هاي ساكن بعد هالكسان كسر عندنا أنت عيرتها هلا سمراء طبعاً تغنى كسر جب جبين وما هتنتين بسم الله صح دعت فروح دار سانا كفي عن بسم الله الحمد لله إلهي بما هتسن ماشي سوق كاني een maantay waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadka meeshaan isugu yimid xaflada oo cid kasta ka kooban waxaan rabaa wax yar inaan u duceeyo nabadoonka maxamed xoosh oo aan anigu horey u aqaanay waligi inuu nabadoon ahaa aan maanta kaliya ahayn laakiin dadko dhan inta badan ay yaqaanaan inuu nabadoon hore ahaa oo waligiis uu ka shaqeyn jiray nabada iyo sharafta haddana aan ugu duceynayo insha Allah inu ilaahay xilkan u qaaday waa xil weyn waligina u hayay ilaahay inuu ku garab galo oo u barakeeyo oo ummado dhan ilaahay uu u qasbo oo mid hoggaamiya oo u dabacsan ilaahay inuu ka dhigo baan ugu duceynayaa wax badan meesha uma istaagin idinkoo dhanna waan idin mahadcelinayaa waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa saaxiibkay maxamed xoosh aashir oo maanta loo doortay loona calaamad saaray hoggaanka beesha reer Alamagan dalal
وأنا أنا 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 مسؤوليات باصارن مسؤوليات داسنا إنه إلهي فوضي أن رجعنا الله سبحانه وتعالى إلهي القرآن كوحكله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة ووحي ديدن ويكعرن عرئيهم لكن بن آدم كايا دوشا إسكا سارتا أو إسكا حمبار صدا تاسنا وجاهل لماذا إي أقوان درادة بن آدم كو أي أولا يهين وحاكرة تمية أمانة سنة درادة وحان مروال با الربائن أمانة سنة إلاليو وانا أمسنا هاي سنة ويرين وأصدقوا با وحي وناغا ومدى وكوها قاميو وحي إباتا أهنا ومقارعان تكاقبتو أو كعليو بدنا وحالي إذا ضدك النبادون نضاعف ومصيبو أما عقوبو أي ضدك لك القليم بابدنا كل عونا ما أصيبا أما أيها أما عرور طولا سنة درادية وحالوان بها هي مروال با إن قفكو وكد دالو وناغا إنو كد دالو هرو مركا ضدكي سايرو كشغيو إنو كد دالو سيدي برشادة وغدح لحال نقول لها تاسنا وحي كو إيمان إيسا إنو عدالة بكشغيو إنو الله كعبسي ومر والبكود دالو تاسا أنا كيري دونتا إنو قوليستو إنو فشل مالا بدوا الله وحنكر جينا سبحانه وتعالى إنو حلقا أفضيو حلقنا ياري رئيس مالها ياري رئيس مالا مزوليد ومزوليد مسؤوليات من لقب الله وقويس كأن ينك عروتي سير هركيس إلا أمد إلا الدولة مسؤوليات ومسؤوليات ساس نفتيات مسؤوليات بلارم الله سبحانه وتعالى بوش كساري أنقنا أنو إقمن لي أو كل عمد لي وحرجينا يا ربي أفضي سبحانه وتعالى وعن ربنا هنا هو يرنو نبدو محمد حوش عسكر وأنك اللي دورنا أيو وأنك اللي دورنا أيو وأنك اللي دورنا أيو وعارف لأنه هل كان يمادوه مكرفونك واحد ودي من مركو رسالة شهرين هيا مركز كبعد أيوه هل دونا كم هذا علم دونا حفل الدان مركز شهرة شو سوى إيان هلو صارو هل ياد بوما سمسين الله أبنية الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا وعن جعل المتصرف حلقة مع أوق حفلات كسوة غيب قشيد رجيا دمر بق أو وقت جودي إيو شو دو جودة بخشوا بحية على مسار كان نوضون كلا دورتي أولا واحد جعل يا سلام تسلام خو سلامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي إلهي بام هذا سكلا نوسر جليه إن أنا حلقة عن قلبت يسون نمانه أنو عافم هذا قبله في يوم سوكا يكين الآن كيسنا إلى دعدين إلى أنه هل كان سوكنا مع أنه إلهي أسان ما هذا الرسول نهت إلهي بما هذا سكرة سلامك بعدي وحانا دقم هذا علينا إياه بيش هل كان ما أنت يسوك تميد مر لبعد بان ما هذا علينا إياه مر لبعد يمر صدح أنه ما هذا علينا إياه وحانك الله ربعينا المحادي ليه قد يجي سوقا من قابية حفلة دان ونوسورة قليلين أنا هل كان سوء نمانو ودل يرى ريال مغان ترى لهاي أيها كان سيقارا نمهد عليه وحان كانوا ربعين نمهد عليه أنو أول بوضي ما نسكا هاي وضي نمع كوش شغينا هاي وحد انتي هل كان نشوغي دوري لباتة سنة كدو
odayaashan dhinacyada taagan baan wada shaqaynaynay laakiin galabta waxaad madaxoway tiimbare ayaa la igu dhuftay oo oday nabadoona la ii magacaabay beeshii ii magacaawday oo inta shirtay anigu runtii markeeda sheego jagadan anigu ma raadin marka xaqiiqda in raadiyo sifadayda ayaa go'aansatay inay hoggaan yeelato hoggaan in la yeelsana waa wax aada u qurux badan mujtamac fara badan baanu ku joognaa waddankan North America amba Ohio amba Columbus runtii dadku inay simaan oo dad siban oo qof looga yeera aan lahayn waa laga fiican yahay marka beeshayda fariisatay waxayna garteen in aniga ii yeeraan iina doortaan in nabadoon iga dhigtaan waa uga mahadcelinaya waana ka aqbalay si buuxda xilkaas ay ii doorteen waa ka aqbalay waxaan kaloo jeclahay beeshayda laga bilaabo lagu xijiyo dalal lagu xijiyo diini lagu xijiyo faaruugaad lagu xijiyo mareexaan ilaa heer soomaaliyeed inaan wixii wanaaga ilaahay hadduu nafta ii daayo aan oday ugu noqdo ugu shaqeeyo inaanan wax cadaalad darra ah waxaan soo gaaray anugu 70 jir baan ahaa iyo dhowr weliba dadayda waa qarinaya 27 sanaan jiraa marka odayaasha hore waxaan ka soo gaaray loo yaray ahaan jireen oo qabiilka doorta gar iyo gardarre waa ku difaaci jireen anugu waxaan jeclahay wixii xaqa inaan qabiilkayga ku difaaco wixii xaq darraana aan ka qabto haddii ilaahay yiraahdo oo aanan noqonin nabadoon wax walba oo qalad iyo saxba qabiilkiisa ku difaaca inaan noqono wixii xaqa ilaahay hadduu yiraahdo yaan ku shaqayn doonaa hadal badan meeshaan igama furna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahay xaqa iyo cadaaladda hana waafajiyo xil weyn oo aniga aan kaygaaba iga badnaa dembiyadiisa iyo kiisaskiisa waxaa la isdul saaray mid kaloo qabiil ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu ii fududeeyo adinkana waxaa idinka codsanayaa inuu xilkaas ilaahay waafajiyo sida ugu suuban oo ugu nadiifsan oo ugu fiican ilaahay inuu ii waafajiyo intaasaan halkay ku soo gelaya waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantihiin waa mahadsantihiin